النهارده باكد مره ثانيه مواجهه من العيار الثقيل، وسيبك من الفوارق بين الفرقتين. صحيح الفوارق كبيره على المستوى الارقام، طبعا الاهلي متفوق متصدر بفارق كبير جدا عن اقرب منافسيه، لكن انا يمكن اتكلمت على الدوافع قبل المباراه، واللي اكتر من كده كمان يهمني اقول انه النهارده احنا ميعادنا مع يعني ماتش كوره او مباراه كوره ثقيله، ان في لعيبه كتير في ارض الملعب عندها كوره، وفي لعيبه كتير في ارض الملعب مصادر خطوره. الكلام ده مش بس في الاهلي لكن كمان في سيراميكا كليوباترا. هنتكلم طبعا عن مباراه النهارده قبل يمكن ثلاث ساعات بالتمام والكمال من بدايه اللقاء مع ضيوفنا النهارده بلال محسن واحمد مصطفى اللي بيشرفونا في السادسه. نرحب بيهم ونقول مساء الخير. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، ودايما مبسوطين واحنا معاك ونسعد المشاهدين كلهم ان شاء الله باذن الله. مساء الخير يا بلال. مساء النور طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله يبقى يوم اهلاوي بامتياز ان شاء الله، نحافظ على الصداره ونطمن كده قبل المباراه اللي تبقى بروفا يعني ناجحه قبل المباراه الافريقيه النهائيه ان شاء الله. متوقعين تبقى مباراه صعبه ولا مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا هي بالتاكيد زي ما حضرتك قلت موقف سيراميكا في الجدول موقف لا يليق بالفريق، خاصه ان احنا شفنا قبل بدايه الموسم كانوا عملوا انتدابات يعني كانت بتقول ان الفريق هيروح في حته تانية ينافس على المربع، ولكن للاسف النتائج يعني النتائج ما خدمتهمش خالص. وصلوا للمركز ال 12 دلوقتي في الدوري بينافسوا على الهبوط. مدير فني صارتهم النهارده اتعقد من موقفهم بالظبط، في ازمه عندهم كبيره جدا بالظبط. فالفرق يعني احنا شفنا في الدوري الانجليزي الفرق اللي كانت بتصارع امبارح كان يوم برده مميز جدا في ختام الدوري الانجليزي، ليستر وليدز وايفرتون بالظبط يعني صراع ليستر وساوثهامبتون وليدز وليدز بالظبط الثلاثة هبطوا. فالفرق اللي دايما بتبقى بتلعب على الهبوط بتبقى عندها شراسة كبيرة جدا، بيبقى بتتمسك بحظوظها في البقاء في الدوري، لأن طبعا أنت عارف ساوثهامبتون امبارح اتعادل 4-4 مع ليفربول. مباراة كانت قوية جدا، كان في مباريات كتير قوي حلوة امبارح، ولكن طبعا يعني كله كان مركز على المباريات اللي فيها حسم شوية، ليدز وايفرتون وليستر. يعني شفنا أنا مشيت من هنا يعني مشيت من هنا أنا وأبو علي، كان ايفرتون خلاص كان كسبان ولا كان نازل؟ كان نازل عشان ليستر اتقدم 2-0 وايفرتون كان خسران، ايفرتون رجع اتقدم، فكده ايفرتون احنا شفنا المشهد الختامي ولحد اخر ثانيه الشاشه مقسومه نصين زي بعد اللي حصل في الدوري الالماني اكتسب زي ده يعني دوري بيحسن يعني انا قلت يعني كان في الماتشين 87 يا جماعه البطوله في ميونخ، لا البطوله في دورتموند، لا البطوله رجعت ميونخ من سيجنال ايدونا بارك الينز ارينا. انا زعلت مع اني بحب بس زعلت على انا بشجع الباين، بس انا تعاطفت جدا مع بروسيا دورتموند. وشوف انا يعني برضو سبحان الله الفريق اللي بيقدم نفسه وبيقدم كوره وبيقدم عروض، يعني انا انت عارف انا السيتي بالنسبه لي ايه في انجلترا، لكن انا السنه دي كنت متعاطف جدا مع الارسنال، يعني بالزبط. يعني صعبان عليا ارتيتا صعبان عليا عشان الحاله عملوا حاله حلوه صح. بس وقدموا كوره جميله في ماتشات كتير قوي بصراحه، لا عملوا نقله كبيره جدا الارسنال، وكمان سيناريو خساره دورتموند كمان يعني سيناريو ان هو يتلقى هدفين مبكرين ويضيع ضربه جزاء، وكريم ايديم اللاعب المهم جدا في الفريق يصاب ويخرج ضربه جزاء يعني لا، وكمان كريم ايديم اتصاب وخرج ويعني ما خدمتهمش بصراحه لحد ما تعادلوا في النهايه، ودوري بيحسم بفارق الاهداف دوري كبير من احد لا فاسوء حالات البايرن، كان طبيعي ان بروسيا دورتموند يحسم الدوري يعني البايرن مش هيمر باسوء فتراته الاخيره ديت، يعني ما شفناهاش من فتره 11 سنه
مستولي على البطوله. انت خايف في اسوء فتراته ديت كان لازم يستاهلوا. طبعا كنت نفسي بصراحه ريوس يعني بس هو تقدر تقول في البونز ليجا انه دورتموند هو اللي فرط مش البايرن هو اللي حقق البطوله بالظبط. يعني دورتموند هو اللي فرط. طيب خلينا قبل ما نفتح ملف الاهلي وسيراميكا النهارده وقبل ما اكلمكم على مواجهه برضو ثقيله بين مستر مارسيل كولر وبين كابتن حلمي طولان، عايز الاول اخدكم ل انا حابب جدا اتابع بطوله كاس العالم للشباب واشوف منتخبات افريقيه عامله ايه، والحقيقه اللي راهنت عليه امبارح حصل النهارده، ثلاث منتخبات افريقيه تاهلوا لدور ال 16. تعالوا نشوف كده شكل المواجهات هيكون عامل ازاي. هي مواجهات افريقيه بعتقد انها مش من حسن الحظ او مش من حسن الطالع، ترتيب المجموعات وقع المنتخبات الافريقيه كلها في مواجهه عتاوله امريكا اللاتينيه، وخد بالك في المراحل الصغيره دي تختلف تماما عن منتخبات الكبار. يعني لما تتكلم عن المنتخبات الكبيره لازم تحط من ضمن القوى العظمى منتخبات زي المانيا، منتخبات زي اسبانيا، منتخبات زي فرنسا، منتخبات زي حتى ايطاليا وهي في اسوء حالاتها، وانجلترا طبعا. لكن في الفئات العمريه الصغيره دي منتخبات الشباب وتحت السن دايما 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 الارجنتين والبرازيل قوى عظمى مهما كانت الحاله، مهما كان في استثناء، مهما كان في منتخب صغير عامل طفره في اوروبا، دايما ارجنتين وبرازيل قوة عظمى. فمن حسن حظ امريكا اللاتينيه ومن سوء حظ قاره افريقيا ان مواجهات المنتخبات الافريقيه اللي تاهلت لل 16 كانت في مواجهه عظماء قاره امريكا الجنوبيه. نشوف مع بعض، جاهزه معانا ولا مش جاهزه؟ اوكي. نتكلم طبعا على دي مواجهات دول ال 16 واللي يعنينا فيها طبعا المنتخبات الافريقيه زي ما احنا شايفين كده. عندنا الارجنتين، والارجنتين هي صاحبه الارض والجمهور بالظبط، هتواجه منتخب نيجيريا اللي تاهل كمنتخب ثالث رغم انه قدم عروض قويه جدا في البطوله. فاز بالظبط، فاز مباراتين، ولكن برضو مواجهته للارجنتين وهي صاحبه الارض والجمهور صعب الحظوظ، هتبقى تحدي كبير جدا، لكن نثق في نيجيريا هي عملتها قبل كده وتقدر تعملها. اولمبياد طبعا. وبعد كده عندنا جامبيا مفاجاه البطوله، الحصان الاسود. انا براهن بقى في الثلاث منتخبات اللي صعدوا كان نيجيريا وجامبيا وتونس، براهن ان جامبيا ممكن حظوظه امام اوروجواي تبقى الافضل يعني. طيب جامبيا مفاجاه البطوله، تاهلت كمتصدر لمجموعتها وهتواجه الاوروجواي. تونس صحيح ما قدمش عروض قويه لكنه تاهل كواحد من افضل ثلاث اربع توالد في البطوله، حقق فوز وحيد على العراق اعتقد بنتيجه 3-0 وتاهل كافضل يعني واحد من اربع افضل اربع توالد عشان يواجه بقى التايكون السامبا البرازيليه. مباراه هتتلعب ان شاء الله بعد بكره يوم الاربعاء اللي جاي. شايفين ازاي المشاركات برضو يعني خد بالك اعتقد انه وصولهم لدور ال 16 وخصوصا منتخب زي جامبيا يعتبر انجاز المنتخبات الافريقيه. طبعا يعني يمكن في المراحل السنيه الصغيره منتخبات الشباب بتبقى عليها دور كبير جدا لان ده بيبقى اللي هيعتمد عليه بعد كده القوام الفريق الاول. البطوله عليها متابعات كبيره جدا خاصه من انديه وجايه في وقت كويس جدا ان وقت انتهاء السيزون، فالكشافين حوالين العالم كله موجودين هناك بيتابعوا البطوله لاكتشاف نجوم يعني صغيره في السن بتقدر ان هي تكون خلال الميركاتو القادم تكون صراع الانديه الكبيره يعني، وشفنا عدد من اللعيبه اللي تالقوا. بالنسبه للمنتخبات الافريقيه طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان جامبيا عمل مفاجاه كبيره جدا بتصدر مجموعته، يمكن ياتي بعديه على طول نيجيريا. نيجيريا حصلت على 6 نقاط ورغم كده جت في المركز الثالث، عندها يعني حظوظها امام الارجنتين يعني ممكن على ارض الملعب تبقى ممكن كسبت ايطاليا والدومينيكان بالظبط، وخسرت امام البرازيل. مشكلتها ان هي هتواجه الارجنتين بطبعا الارض والجمهور، ومنتخب الارجنتين كمان منتخب كويس قوي فيري باد لك بصراحه بالظبط، ولكن يعني كل شيء على ارض الملعب وارد يحصل. والمنتخب الاخير طبعا منتخب تونس هتبقى حظوظه صعبه امام البرازيل خاصه ان هو يعني ما بيقديش افضل حاجه، ولكن استفاد من الفوز على العراق ان هو كان عنده 3 نقاط قدر يصعد بيهم كأحسن ثالث يعني. والتوفيق طبعا لكريستو لاعب النادي الاهلي طبعًا. اللي يعني بنامل ان هو يستفاد من البطوله ويرجع يفيدنا بقى هنا في النادي ان شاء الله. مين ممكن يروح لبعيد يا احمد من وجهه نظرك في المنتخبات الافريقيه؟ تونس انها تقابل منتخب البرازيلي، لكن انا شايف ان تونس منتخب مميز ولاعيبه عندها حلول، وشايف ان المنتخب البرازيلي مش بقوه المنتخب البرازيلي الاول يعني، احنا بنراهم طبعا السامبا طبعا كلها مواهب، لكن شايف ان المنتخب التونسي ممكن يوصل لمراحل ابعد. المنتخب النيجيري قوي جدا لكن لسوء حظه فعلا زي ما بلال قال ان هو قابل المنتخب النيجيري على ارضه الارجنتيني فشايف ان المنتخب النيجيري اعتقد يعني باد لك فعلا ان هو قابل المنتخب الارجنتيني في التوقيت ده،
لكن المنتخب التونسي انا شايف ان هو اعتقد ان هو هيوصل. طيب خليني اقفل صفحه، تتمنى التوفيق طبعا. استبعد احمد، استبعد جامبيا خالص. لا ما هي جامبيا بيني وبينك ما حدش كان يتوقع، يعني ما حدش كان يتوقع انها تبقى وصيف بطوله افريقيا هنا بالظبط، وما حدش كان يتوقع انها تروح تتصدر في مجموعتها في كاس عالم. لا يعني وكمان استبعادي يعني ممكن بعد شويه بقى اجي اقول لك متقابل في حلقه ثانيه وصيف العالم بطل العالم جامبيا يا جماعه، فتقول لي ما حدش كان متوقع برضه. في طيب. منتخبات كده بتبقى برضو مع النفس الطويل بتبقى عايزه منتخبات كبيره. صحيح. اوروجواي طبعا اعتقد ليه باع طويل في لا وبتفرق برضو فكره انك انت تلعب وانت مش مطالب بتحقيق حاجه. بالظبط. يعني لما تبقى منتخب جامبيا فتروح تتصدر المجموعه وتطلع تلعب اوروجواي، ما حدش مطالبك انك انت مفيش ضغوطات. يعني صح. مفيش ضغوط. عايزين بقى نعمل اسقاط على يعني منتخب زي جامبيا ونقارن، لو هنعمل مقارنات هتاخد حلقات، ولكن ده الاعداد الجيد والتخطيط الجيد وصل منتخب جامبيا انه وصيف بطوله افريقيا وبيتصدر مجموعته في كاس العالم للشباب، وده انجاز كبير جدا لدوله زي جامبيا ومنتخب واعد زي جامبيا، ده نتاج التخطيط والشغل والمنظومه طبعا اللي بتبقى دايما بتنجح اي حاجه انك بتبقى جاي من تحت وانت على متاسس كويس. صحيح. طيب هقفل ملف كاس العالم وهنتابعه طبعا في الايام اللي جايه، يوم الاربعاء في لغايه يوم الاربعاء في مواجهات مهمه كتير، فهنتابع ان شاء الله ونتمنى التوفيق لمنتخباتنا الافريقيه. قبل ما ادخل بس في ماتش الدوري النهارده، حد شاف امبارح فيوتشر وامبي؟ اسمحوا لنا نلعب 25 دقيقه. الموضوع صعب يعني، ما اعرفش ازاي حصل كده. لا الحقيقه يمكن وقع من الـ من الـ من الحاجات من النوادر مبدئيا طبعا، بس احنا عايزين نفند الواقع يعني برضه، عشان يعني في 17 دقيقه الفار بيتصلح فيهم، يعني ده يا جماعه ده صعب جدا، الموضوع بقى صعب بجد. ازاي بتصلح والماتش يعني 17 دقيقه بتصلح الفار وبعد كده الحكم يقعد يراجع الـ 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 الحاله اللي هو اصلا المفترض مش لان هو حس يعني هو حس ان الكره خبطت فيه اكيد مش محتاج يروح يشوفها. يعني على فكره انا اتكلمت مع لعيبه من الفرقتين هنا وقالوا لي تفسير الحكم ايه، ان الحكم قال ان هو ما ضرش فيوتشر في حاجه، يعني ما ضرش سوري امبي في حاجه ان الكره كانت في استحواذ لاعب فيوتشر، بالعكس ده هو عطل لاعب فيوتشر ومحدش وقف، هو قال كده. يعني هو قال اتكلم مع اللعيبه، يمكن شفنا الميكروفونات في الملعب الصوت كان عامل ازاي امبارح، فهو قال للعيبه الفرقتين ان هو شايف ان مع ان القانون بيقول انك بمجرد ما الكره تلمس الحكم توقف اللعبه حالا توقف ما تستناش نتيجه اللعبه. اصل انت استنيت نتيجه اللعبه، الفريق اللي احرز هدف او استغل الكره حقه يتمسك بحظوظه والتاني حقه يعترض لانه هيتمسك بتطبيق القانون. فانت انت اللي عملت المشكله من البدايه، انما لو انت صفرت وطبقت القانون هنا وهنا هيمتثل للقرار. هو السؤال الاهم احمد، ليه القانون ما بيتطبقش؟ ليه دايما الموضوع متساب كده ان انت تبدا تستنى وتصبر وتعمل الحاجات كلها؟ في دايما كل الاختيارات بتبقى ناتجه عن ان انت مش عايز تاخد قرار صارم وتطبق القانون. طبق القانون ايا كان لصالح امبي صالح فيوتشر مفيش مشكله، القانون ما فيهوش اللي انت تقعد تستنى 25 دقيقه وتشوف اذا كنت انت هينفع وتشوف حاجه من الاثنين، انت حافظ القانون وعارف ايه هو القانون عشان تطبقه، يا اللي مش عارف القانون دي يبقى كارثه. تفكير الحالتين كارثه. في جميع الاحوال هي كارثه. كارثه طبعا. انا بتكلم يعني في النقطه دي. الاحوال هي كارثه. لازم القانون يطبق. المباراه بدات من 28. ملف التحكيم واحد من الملفات اللي الحقيقه كتر الكلام فيه. ملاش حل، ما تفهمش. وبعدين لعبنا فيه العاب كتير قوي ما فيش لعبه فيهم جابت جون. صح. يعني شايفين ايه الحل؟ يعني يعني عشان نرجع يرجع التحكيم المصري تاني، طول عمر الحكم المصري يعني يعني مش محل تشكيك الحقيقه. ومش عايز اعمم يعني بالتاكيد في حكام احنا برضو يعني لحد كبير براثق فيهم، في اسماء انا شخصيا لما بشوفها بتحكم مباراه مش هقول الاسماء دي ايه، بس لما بشوفها الى حد كبير بطمن، لكن مكانه الحكم المصري جوده الحكم المصري لما تقارنها باجيال قبل كده لا تحس ان في حاله في تراجع. طبعا تعال بص على على مثلا مستوى كاس العالم، احنا بقى لنا كام نسخه ما فيش حكم مصري متواجد في كاس العالم. يعني احنا شفنا في السابق كابتن جمال الغندور، شفنا كابتن عصام عبد الفتاح، بعد كده شفنا ممكن لاين مان بيروح كده كحاجه شرفي بيحكم في الادوار الاولى وخلاص، وده يدل على مكانه الحكم المصري في المنافسات العالميه مش موجود. انت عندك يعني انا شايف المشكله، انت حضرتك سالت عن المشكله، اهم حكام الطرف افريقيا اللي بيحكموا الماتشات، سيبك من كاس العالم. بالظبط. يعني انسى كاس العالم، كاس العالم ليفل تاني، ليفل حقيقة. وحش. لكن لما تيجي تبص حتى على مستوى بطولات افريقيا ما عندكش واهم الماتشات سواء على مستوى منتخبات او على مستوى انديه،
هتلاقي برضو انه في غياب بقاله فتره باستثناء محمود البنا يعني اللي بياخد بعض المباريات المهمه. مفيش حد تاني على الساحه الافريقيه. وانا عايز بس انت حضرتك سالت ايه مشكله التحكيم هنا، يعني واحده من اهم مشاكل التحكيم هي مشكله التعيينات. كان حصلت حاجه غريبه في مباراه الاهلي وانبي، كان ادارها الحكم محمود بسيوني. لكن تتخيل ان الحكم محمود بسيوني بعد 28 جوله من بطوله الدوري حكم 3 مباريات فقط. تمام، الحكم محمود بسيوني تم ايقافه في مباراه الاهلي وغزل المحله لسوء المستوى، يقوم يرجع على مباراة الأهلي. حاجه ممكن. غريبه جدا يعني مشكله التعيينات. بتلاقي مثلا ان حكم الفار خالد جمال الغندور دايما متواجد في مباراه الاهلي، واخد 21 مباراه من 28 مباراه. مش معقول يعني إيه؟ لو فتحنا ملف التحكيم بالظبط هنتكلم كتير. فيعني لازم يبقى في قواعد. لا بس كنت حابب اقف مع واقعة امبارح، لانه يعني بيتهيالي انه مثيرة للجدل. يبقى هل في مقاومه مثلا، هل رغم وجود الخبير الاجنبي، هل في مقاومه لوجود خبير اجنبي؟ يعني يعني هل احنا جربنا خبير الاضافه يعني الراجل ما استحملناش، استحملش طبعا، وهرب وعمل مشاكل وعمل يعني حاجات مش كويسه بره في بلده. انا كنت بشوف ان جلاتنبرج بصراحه دوره كان التاثير بتاعه على الحكام كان واضح. لا هو واضح ان جلاتنبرج واضح من الاضافه كبيره جدا، اضافه كبيره. ما كانش عنده صلاحيات كامله. بالظبط. لا ما كانش عنده صلاحيات كامله كمان، ما كانش ماسك ادواته بشكل كامل، وكان في ناس بتتدخل. اتعملت عليه حمله طبعا، واتعملت عليه حمله كبيره جدا. بالظبط، استحملش طبعا فمشي. طيب على كل الاحوال خلينا نفتح ملف الاهلي وسيراميكا النهارده. كنت بتكلم الحقيقه انه سيراميكا رغم انه ارقامه، تعالوا نشوف كده ارقام سيراميكا في جدول الدوري، ترتيبه، عدد النقاط اللي حصل عليها، المشوار بتاع الفريق في على الاقل في اخر خمس مباريات. تغيير طبعا الجهاز الفني بقياده معين الشعباني وتولي كابتن حلمي طولان المسؤوليه. كل دي حاجات لازم تحطها في معادله مباراه النهارده. نشوف جاهز الجدول معانا بتاع الترتيب. ادي جدول الترتيب. ده طبعا ماتش النادي الاهلي في المرتبه الاولى. طبعا اخر خمس ماتشات في الدوري، في بطوله الدوري كسبها، 23 مباراه لعبها، 59 نقطه، 44 هدف سجلهم، 7 اهداف استقبلتهم شباكه. الاهلي احمد هجوم واقوى دفاع. الاهلي بحاجه للفوز في 6 مباريات عشان يحسم الدوري. مظبوط، بمواجهه سيراميكا لو كسب النهارده، ولو كسب بشرط انه بيراميدز يفوز في كل مباراه. ولو الاهلي كسب بيراميدز يبقى خلاص محتاج 5 مباريات. الاهلي في مواجهه مباشره بينهم من بعض. بالظبط. خلينا نقول انه طبعا الاهلي متبقي ليه 11 مباراه، يعني بعد مباراه النهارده متبقي ليه 10 مباريات فقط لا غير. مكسبه النهارده يخليه يحتاج 5 مباريات، حتى لو بيراميدز المنافس الاقرب ليه فاز بكل مبارياته برده ما يوصلش للرصيد الاهلي من نقاط. نروح للسيراميكا بقى، وخد بالك وركز معايا من الترتيب رقم 12 اللي بيحتله سيراميكا. سيراميكا مبدئيا لعب 28 مباراه، عنده منهم 31 نقطه، وتحت ال 31 دي بص معايا كام. 31 بنك 31 بنك اهلي، أسوان، 31 اسوان، غزل المحله، 31 غزل محل. فبالتالي المركز 12، المركز 15 نفس الرصيد من النقاط. يجي بعدهم الداخليه برصيد 28 نقطه، يعني بيفرق عنهم 3 مباريات فقط لا غير، لكنه لعب طبعا مباراه زياده. نتائج سيراميكا في اخر 5 مباريات اتعادل 3 مرات وخسر مباراتين ولم يحقق فيهم الفوز في اي مباراه. الارقام اللي احنا استعرضناها دي يا احمد، سواء في عدد النقاط او في المركز في الترتيب او في اخر 5 جولات، شايف ممكن تكون مؤثره في مواجهه الاهلي النهارده او في تفكير كابتن حلمي طولان، لانه ما عندوش بديل تاني وهو بيلعب الاهلي النهارده؟ طبعا مؤثره جدا. سيراميكا كليوباترا خلاص يعتبر دخل دايره الخطر، باين جدا من ترتيب الجدول الدوري، فمدي المباراه طبعا صعوبه جدا، لان سيراميكا اي نقطه دلوقتي في المراحل المتبقيه من الدوري ترجعوا اربع مراكز مهمه يعني جدا، ال 12 يبقى في ال 16 بالظبط، وخلاص الانديه كلها بقت برضه قريبه من بعض يعني. وشايفين الفروق بسيطه جدا. طبعا ده يدي المباراه صعوبه كبيره قوي، والاصعب في ده طبعا تغيير الجهاز الفني ده بيخلي اي نادي او اي فريق لما في مدير فني جديد بيدي دوافع جديده، واعتقد كابتن حلمي طولان عنده خبرات وقدر لعب مباريات كبيره قدام النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي كويس جدا، واعتقد هو دايما بيلعب بطريقه اغلب بيلعب بخمسه في خط الظهر، دي طريقه المعتاده لكابتن حلمي طولان، بيحب دايما يامن ودايما يبقى عايز يخطف هدف او يخطف اي نقطه في اول
الشوط الاولاني تقريبا عشان يقدر يحسم المباراه او يخلي النادي دايما تحت ضغط. فشايف ان مباراه النهارده هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي، وان كمان صعوبه المباراه في ان هي البروفه الاخيره للنادي الاهلي قبل مباراه الوداد. فالنادي الاهلي هيبقى تركيزه الكبير جدا ان هو يحسم المباراه، مستر كولر طبعا عايز يحسمها قبل مباراه الوداد، فهيبقى برضه في اللعيبه اكيد اكيد شغلها شاغل مباراه الوداد المغربي، وده دور مستر كولر ان هو يفصل اللعيبه تماما وتركيزها الذهني عن مباراه الوداد عشان يحسم مباراه سيراميكا، ويتبقى طبعا خمس مباريات بعد كده يحسم بيهم الدوري بسهوله جدا. اذا كانت الصعوبه بالنسبه لمارسيل كولر يا بلال هي اختيار التشكيل الانسب لماتش النهارده، منها زي ما احمد كان بيقول يجرب في بروفا اخيره رسميه قبل مواجهه الوداد، ومنها انه يحافظ على اسماء بعينها سواء من الاجهاد او لا قدر الله من الاصابه. فالتحدي الاكبر والاصعب عند كابتن حلمي طولان، ازاي هيواجه الاهلي وهو فايق، ازاي هيواجه الاهلي وهو نازل عارف انه الاهلي بيسعى للثلاث نقاط وهو في اشد وامس الحاجه لنفس الثلاث نقاط دول. طيب يعني احنا لو اتكلمنا عن حلمي طولان كمدير فني لسيراميكا وازاي يواجه النادي الاهلي، حلمي طولان طريقته معروفه، هو بيلعب يمكن شفناه مع مباراه مع سيراميكا امام فيوتشر، المباراه الاولى ليه والاخيره لسيراميكا في الدوري، واللي خسرها سيراميكا بهدف مقابل لا شيء. يمكن مباراة واحدة من أكتر المباريات في بطولة الدوري اللي شهدت ضياع فرص لفريق واحد وهو فريق سيراميكا كليوباترا. يمكن اللي يقول كده كمان فوز محمود عبد الرحيم جنش حارس فيوتشر في المباراة دي بجائزة أفضل لاعب، لأنه تصدى لثلاث أو أربع انفرادات صريحة من لاعبي سيراميكا في اليوم دوت. كابتن حلمي طولان بيلعب 4-4-2 أو 4-3، يعني تقدر تقول إنه بصمات حلمي طولان ظهرت بشكل كبير جدا مع سيراميكا في مباراة فيوتشر حتى رغم الخسارة. حتى رغم الخسارة عمل مباراة كبيرة جدا، ويعني أنا في رأيي اليوم ده سيراميكا ما كانش يستحق الخسارة، على الأقل كان يخرج بتعادل. سيراميكا بيعتمد على أحمد هاني الظهير الأيمن ومحمد شكري الظهير الأيسر، واحد من أفضل لاعبي سيراميكا وأعلى لاعب تقريبا في الفريق عامل صناعة أهداف. يمكن كان هو عمل مباراة الدور الأول بالمناسبة انتهت 1-1 لو نفتكر. الأكثر صناعة محمود شكري. محمد شكري. هو لسه ما بصيتش. محمد شكري. ليفت هو بالمناسبه لاعب منتقل من النادي الاهلي ومرشح انه يرجع للنادي الاهلي. لاعب مميز جدا، بيجيد تنفيذ الضربات الثابته بصوره مميزه، وهو اللي كان صنع هدف التقدم. احنا بنتكلم على اكثر صناعه للاهداف. للاهداف بالظبط. في فرق بين اكثر صناعه للاهداف والاكثر صناعه للفرص. بالظبط. هو محمد شكري ما كانش لعب مباراه فيوتشر بالمناسبه، كان عنده اصابه وهيرجع النهارده مع احمد هاني في الباك رايت. الاثنين دول الباكين عامه في طريقه لعب حلمي طولان بيستغل الاثنين دول عن طريق كده كده بيلعب الكره الطويله، وبيستغل ان لعيبه خط الوسط في التحضير ولعب الكره الثانيه لاحد الظهيرين. الظهير اللي بيتقدم او مايل ناحيته الكره بيتقدم وبيكمل، والظهير الثاني بيرجع بيضم ثالث مع الاثنين المساكين، وبيبقى الملعب ثلاثه بيتقدم واحد بس من الاثنين الديفندرات وواحد ثاني بيكمل. حلمي طولان بيعتمد في طريقته الدفاعيه ان كل لاعب بياخد اللاعب اللي في مركزه، يعني 6 مع 10، لو ما فيش 10 يبقى 8 مع 8 و8 مع 8، تمام؟ بيخش اللاعب الزياده دايما او الباك، بيبقى الباك مع الهاف والهاف مع الباك، دي طريقه حلمي طولان. بيضغط من قدام باثنين غالبا بيكون محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان، وبيعتمد زي ما قلنا على الكره الثانيه، استخلاص الكره الثانيه وبدايه الهجمه من وسط ملعب الفريق المنافس. ده فكره حلمي طولان. مارسيل كولر هيشغله حاجه واحده. خليني قبل ما اروح لمارسيل كولر دلوقتي اكلم احمد في نقطه قوه سيراميكا الهجوميه بالارقام. الحقيقه عندهم، انا كنت يمكن في اول الفقره بقول ايه، انه ماتش النهارده فيه كوره، لانه على ارض الملعب في الناحيتين في لعيبه كوره كتير، وهجوميا الحقيقه يعني انا بشوف انه الكواليتي بتاع لعيبه سيراميكا ما يترجمش مستوى النتائج اللي هم وصلوا بمنتهى الصراحه. وحتى فعلا الارقام اللي عاملها الفريق هجوميا بتقول ان هو عنده لعيبه مؤثره جدا وفعاله جدا وفي منتهى الخطوره، ابرزهم احمد ياسر ريان طبعا هداف الفريق، رصيد 7 اهداف، ومحمد ابراهيم الاكثر صناعه خمس للفرص. لا مش اربعه، لا محمد ابراهيم اكثر صناعه فرص مؤكده 54 على مدار الموسم كله، وبالتالي انت بتتكلم في رقم كبير، رقم كبير جدا، كبير جدا. وما اقدرش انكر كمان اهميه وخطوره صلاح محسن، اكثر لعيبه سيراميكا على المرمى تصويبا على المرمى، ولا ميدو جابر بالظبط كده. ميدو جابر كمان لعيب عنده كوره. انت بتتكلم في لعيبه كلها اعتقد لعيبه اهلي وزمالك. يعني احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي، ميدو جابر لعب في النادي الاهلي، محمد ابراهيم لعب نادي الزمالك، فبتتكلم في اغلب لعيبه. صلاح محسن لعب اهلي. صلاح محسن لعب النادي الاهلي، محمد شكري لعب النادي الاهلي. فبنتكلم اللعيبه كلها عندها خبرات. مباراه فعلا هتبقى زي ما انت اتكلمت احمد ان هي مباراه صعبه جدا، واحمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم لعبوا في اوروبا يعني احترفوا طبعا كمان. وعندهم خبرات كبيره جدا. نادي سيراميكا على فكره من اول الموسم بيقدم مباريات كبيره، لكن عنده سوء حظ غريب جدا وعنده مشاكل دفاعيه
كبيره جدا، يعني مشاكله فعلا، وده باين في الارقام اللي انت عرضتها يا احمد. يعني بسام برضو عامل رقم مش وحش، يعني مش وحش، بس 10 كلين شيت، بس عندهم اخطاء دفاعيه انا بشوفها. بسام جول كيبر يعني تقيل برضه، حظه حلو قوي قدام النادي الاهلي، قدام الاهلي بيبقى بيتألق. ايوه بالظبط يعني. مش عايزين ننسى كمان كناريا، كناريا طبعا، كناريا طبعا لعيب كويس جدا، انا بحب كناريا ولعيب كوره. انا بمناسبه كناريا، انا بشوف مشكله سيراميكا من وجهه نظري من اول الموسم في لاعب رقم 6. هو اعتقد دي كانت مشكله سيراميكا مع كابتن احمد سامي ومع معين الشعباني، ان هم من كتر لعيبه الكره الكتير واللعيبه كلها عندها حلول، سواء ميدو جابر وحتى محمد عنتر اللي بيجيب له، اعتقد محمد عنتر اكتر مراوغ في فريق سيراميكا كليوباترا. فبشوف ان طبعا محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان، لكن لما بيلعب في اثنين في نص الملعب كناريا وحتى بيلعب جنبه توني، الاثنين لعيبه كوره، لاعب رقم 6 اللي هو اللي بيسيب كل اللعيبه كلها تعمل اللي هي عايزاه، القلب النابض بالظبط. فانت في الوقت اللي كل الهجوم او نادي سيراميكا بيهاجم، فمحتاج لاعب اللي هو رقم 6 اللي بيفضل دايما واقف، زي سواء ديانج او حمدي فتحي، اللعيب اللي هو دايما خلاص بيلم ورا الفرقه، بيلم ورا الفرقه بتاعته. ما عندهمش اللعيب ده. انا بشوف ان هو مشكلتهم لغايه دلوقتي دي حقيقه، دي مشكلتهم الحقيقيه اللي من اول مباراه ليهم بيوصلوا. اعتقد لو جبنا احصائيه لفرق الدوري كلها هنشوف ان فريق سيراميكا كليوباترا اكتر فريق في الدوري وصل للمرمى. عندنا الاحصائيه دي، فاعتقد ان فريق سيراميكا كليوباترا وصل للمرمى كتير جدا وعندهم لعيبه مميزه، لكن اعتقد انه على مستوى صناعه الفرص المؤكده في كل مباراه سيراميكا كليوباترا رقم 2 بعد النادي الاهلي. انا بتكلم في كده، الاهلي 5.9 فرصه في كل مباراه، سيراميكا 5.7 اعتقد في كل مباراه. فده يبين يعني رقميا وفنيا ان سيراميكا عندهم لعيبه مميزه جدا، ولعيبه كلها عندها شخصيه ولعيبه كبيره، لكن مشاكل كلهم او المشكله الوحيده من وجهه نظري في الديفندر، لاعب رقم 6 مش موجود عندهم، فهو بيحاول دايما يتغير طريقه اللعب عشان تحاول تقلل الخطوره عليك، لكن ملاش حل. هو الموسم حتى في شهر يناير ما قدروش حتى يجيبوا لاعب رقم 6 يعوض المشاكل الدفاعيه دي. طبعا عندهم رجب نبيل على فكره مميز جدا في ضربات الراس، حتى رقميا هيبان ان رجب نبيل من اللعيبه المميزه جدا واحرز اهداف كتيره جدا، بيلعب ان هو كويس. ف وبيكهام طبعا لاعب النادي الاهلي، فبنتكلم نشوف اللعيبه كلها اغلبها تقريبا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه منتخبات، ففريق مميز ومع كابتن حلمي طلع اعتقد هيديهم اضافه كبيره جدا النهارده. مباراه مش سهله تماما على النادي الاهلي، انا بشوف ان النادي الاهلي النهارده قدام مواجهه او بروفه حقيقيه لمباراه الوداد، واعتقد ان مستر كولر هيلعب بالتشكيل الاساسي ومش هيقدر يعني الروتيشن طبعا هو دايما ده انا فاهم طبعا الروتيشن كده كده موجود في شخصيته اصلا في شخصيه مستر كولر، لكن الروتيشن في ان هو لا انا عينيه بص على مباراه الوداد، لان المباراه طبعا تقريبا بعد 4 أو 5 أيام، فمباراه صعبه جدا. هو النهارده كله يعني انا هتكلم على الجمهور، انا طبعا اللعيبه انا واثق ان اللعيبه عايزه باقل مجهود ممكن بالظبط ال 90 دقيقه يعدوا ناخد 3 بونت وشكرا سلام عليكم وعليكم السلام ونقفل الدوري ونتكلم في بطوله افريقيا. مستر كولر وارد جدا انه يبقى طبعا النهارده حتى لو ما بيعلنش عن ده في اوضه اللبس او ما بيكلمش لعيبته في ده ويقول لهم ماتش ده الوداد يعني افصلوا بين الماتشين وبين البطولتين، لكن هو بالتاكيد في الباك بوينت عنده يعني قاعد بيفكر ويقول انا هجرب ايه النهارده، هطمن على لعيبه مين، هلعب بأي طريقه، هلعب بأي طريقه، ايه التريكات اللي ممكن اجربها في مباراه رسميه يعني اكيد ده. لكن بالنسبه للجمهور النهارده هو مش شايف سيراميكا، هو عايز يشوف الاهلي، هو عايز يشوف كره الاهلي وعايز يشوف مستوى الاهلي وعايز يشوف قدرات الاهلي عشان يبقى قدامه اسبوع كده ايه حاطط في يعني مروح على قلبه ومستني ماتش الوداد. ازاي بيفكر كولر النهارده في المباراه؟ وهل زي ما قال مصطفى هيلعب بالتشكيل والطريقه اللي ممكن يكون بيفكر او بيحضر انه يواجه بيها الوداد، ولا متوقع ان يكون استمرار لماتش الطلائع؟ يعني يمكن عايزين نقول في البدايه كمان في نقطه مهمه، ان الملعب النهارده ملعب سيراميكا، يعني زي ما هو ملعب النادي الاهلي سيراميكا كمان بيخوض كل مبارياته على ملعب استاد القاهره، فكل فريق النهارده يعتبر ان الملعب ملعبه، ودي حاجه نقطه هتدي نقطه قوه اضافيه لكلا الفريقين. فالمباراه على ارض الملعب هتبقى كويسه جدا، كل فريق بيلعب في ملعبه وكل فريق عنده الدوافع المطلوبه. مارسيل كولر هيدخل اللقاء ملعبنا يا بلال، اي لا انا اقصد كمان سيراميكا، ما هو احنا بقى مديبا دي من ضمن الحاجات اللي لو اتكلمنا فيها ان ازاي اصلا تسمح لاكثر من فريق يلعب على ملعب واحد، وقصه كبيره نبقى نتكلم عنها بعدين. مارسيل كولر هيدخل اللقاء، مفيش شك ان المباراه النهائيه واخده من تركيز الجهاز الفني واللعيبه والجمهور، ده مفيش شك. ما ينفعش تقول لي افصل وانا عندي نهائي بعد اسبوع. ثلاث سنين اعلام رياضي، ممكن احط لك روشته كده يعني طبعا، وانا لا قد ولا عندي خبره الاساتذه الكبار والمحللين والخبراء، بس انا ثلاث سنين احط لك
روشيتا، بتكلم على الدوري، سيبك من الرياضه عموما يعني في مصر، بتكلم على الدوري المصري، محتاج روشيتا تنقل المسابقه دي من مسابقه بشكلها الحالي، مش هقول تقييمي ليها ايه، لمسابقه تانية خالص، على الاقل على الاقل تكون الافضل على مستوى افريقيا وواحده من افضل دوريات اللي موجوده في روشيتا دي، اكيد رقم واحد فيها التنظيم، بتتكلم على ملاعب، بتتكلم على نقل تلفزيوني، بتتكلم على حضور جماهيري، بتتكلم على ملف تحكيم، بتتكلم على ارضيه ملعب، بتتكلم على ماركتنج، بتتكلم على كونسبت تحطه لمسابقه الدوري في دوله الكره فيها اهم رياضه موجوده في الانديه، فيها مواهب كبيره جدا كلها تاريخ وعندها علينا. شعبيه وعندها بطولات وعندها ارقام وعندها رموز، لكن للاسف الشديد الامبلاش بتاع القصه في الاول والاخر لا يليق. لا يعني احنا مش عايزين كمان البساط يستمر في يعني، او الدوريات اللي حوالينا. وانا ما قلتلكش لا ده انا ما قلتلكش صحيح ولا قلت لك فاجئني. واحد بنسبه كبيره جدا والايام بيننا، ميسي، دي ماريا، مودريتش، بوسكيتس، الدوري السعودي، ألبا، بنزيما، راموس في الدوري السعودي. ده خلاص دي ماريا وميسي خلاص، ده رسمي دي ماريا وميسي يعني في الرتوش الاخير، لكن يعني تم الاعلان بشكل واضح وصريح انه حتى كان في كلام اداره برشلونه عايزه تاخد ترجع ميسي مره ثانيه، وطالبين من رابطه الليجا انها تديهم مش عارف سماح بايه وبلا بلا بلا بلا، اتقطع الموضوع ده وقال لك ميسي بنسبه كبيره جدا السنه الجايه في السعوديه ومع دي ماريا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان البساط بيتسحب من ده دوري اسباني من تحتيك. والله لا يعني كمان انت المنطقه العربيه كلها كانت من هنقول من 10 12 سنه كان السبوت كله كانت مباراه الاهلي والزمالك دي في المنطقه العربيه، صح كله صح بيأجل مواعيد دورياته عشان يقعد يتفرج على ديربي الاهلي والزمالك، فالموضوع بيتسحب مننا، البساط بيتسحب مننا واحده واحده، واحنا مش حاسين للاسف، وسامحين بكده يعني. صحيح. انا شايف ان احنا سامحين جدا وطيبين جدا ان الدوريات اللي حوالينا التنظيم في، احنا لسه متكلمين عن مباراه فيتشر وين، بقول لك عشان ما نخرجش بره الفنيات بس انا عايز اقول حاجه ثانيه، انه مع الاخذ في الاعتبار انا قلت طبعا يعني شويه اسماء كل واحد منها يشيل دوري، يعني لو واحد منهم بس جه في الدوري المصري احنا يعني مش عايز اقول لكم هنبقى عاملين ازاي، لكن كمان خد بالك انه كواليتي المحترفين اللي عندهم سواء من امريكا اللاتينيه رومارينيو ده بتاع الاتحاد ايه ده او من افريقيا برضه في حته ثانيه خالص، صح يعني بتتكلم على كواليتي على اعلى مستوى، يعني مش بس الاسماء لكن بتكلم كمان على كواليتي اللعيبه المحترفه اللي عندنا. يعني نتمنى ان احنا وكان في اول امبارح المباراه، حتى الصراع الكبير في الدوري السعودي ما بين النصر وبين الهلال، النصر والاتحاد الصراع الكبير قوي باين حتى قوه الدوري السعودي برضه في اللحظات الاخيره، اللي هو الفرق يعني بين الاتحاد بصراحه عمل سيزون جدا، هو يستاهل، خسر الدوري الموسم اللي فات في الامطار الاخيره، تدارك بقى الخطا، ومبارك طبعا للاعبنا احمد حجازي حجازي يتوج ببطوله الدوري على حساب دوري في بيلعب فيه رونالدو، دي مناسبه تاريخيه. رونالدو بقى جه في يناير، بس عشان احنا ايه نديله برده نديله حقه، ورونالدو جه في يناير وما يعني ما خدش الموسم كله، وتغيير المديرين الفنيين، سمع انه في كلام انه راجع اوروبا تاني. احنا قلنا الكلام ده في بدايه التعاقد، وقلنا ان نيوكاسل في حاله تاهل، نيوكاسل لدوري ابطال اوروبا احتمال يكون في بند ان هو يرجع، وبيحاول نيوكاسل يعيده مره ثانيه للدوري الانجليزي ولدوري ابطال اوروبا. هنتكلم عن كولر، نقول بسرعه كولر يعمل ايه ولا يلا نأجلها. بس في كلام بيتقال انه عقد بتاع ميسي اللي تجاوز عقد رونالدو هو السبب في ان رونالدو قال لك لا انا مش لاعب نفسي بقى، اعملوا لي تعديل بعد 6 شهور على طول عايز يعدي العقد. هو رونالدو من اذكى الشخصيات في الدنيا، هو كان في الوقت اللي راح فيه الدوري السعودي اعتقد كان اكتر شخص او اكتر لاعب كره في العالم كان مضغوط، كل الضغوطات كانت عليه، فخلاص هو برضه حسبها بذكاء جدا، كان محتاج يفك الضغوطات وحصل، لما فك الضغوطات وراح الاتحاد جده هو نجح ماديا، وفي نفس الوقت الضغوطات راحت من عليه، وثالثا رجع لمنتخب بلده بقوته ورجع تألق طبعا مع المنتخب، وعلى فكره انضم النهارده برضه في معسكر البوسنه وقبرص المباراه المعسكر القادم مع المنتخب البرتغالي، فهو كسب من كل النواحي. الموسم القادم اعتقد هو هيحقق اللي هو مخطط له، ان هو هيرجع الدوري الانجليزي او اوروبا تاني، ويبقى هو كده الضغوطات اتفكت عن كريستيانو ورجع الدوري اوروبا اللي هي البطوله اللي بيحبها يعني. مظبوط. طيب نرجع لماتشنا مره ثانيه، كلام بياخدنا وبيفتح كده احنا بنتكلم برضه عن قيم كبيره، يعني بنتكلم عن رونالدو، بنتكلم عن دوري، يعني الاحداث فرضت نفسها، هو ده اللي احنا بنتكلم، لما يكون عندك حدث كبير قادر تعمل حدث كبير، الحدث هيفرض نفسه على كل الاوساط. لا بس انا في نقطه ثانيه الحقيقه برضه، والشيء بالشيء يذكر، بما ان احنا فتحنا الدوري السعودي، ومش السعودي بس، الكلام على اغلب دوريات العالم، يعني الدوري السعودي خلص يوم السبت اللي فات على طول، يعني من 48 ساعه. النهارده بتتكلم على
الزون او الريجن او المنطقه اللي احنا موجودين فيها بالتاكيد هي بتستهدف لاعبين من الدوري المصري، وانت ممكن تكون بتستهدف لاعبين من البطولات دي. ازاي ده ممكن يحصل في ظل حاله الخلل الموجوده في التزامن بين المسابقات؟ انت بتتكلم في بطوله هنا لسه هتستمر على الاقل شهرين. يعني لو خلصنا في 20/7 او 25/7 هتتكلم في شهرين جايين. فبالتالي في ودي حاجه مستمره بقى لها 3 مواسم. ازاي انت هتسوق وتبيع وتستفيد، وازاي انك ممكن تشتري؟ قصه كبيره جدا. 30 موسم مش 3 بس. يعني احنا مشكلتنا من يوم ما تابعنا كوره وهي نفس المشكله، هنبدا امتى وهنخلص الدوري امتى؟ لازم كل ده كل موسم لازم يحصل. الدوري الانجليزي في عز ازمه كورونا انهى الدوري في مواعيده وبدا الدوري الجديد في مواعيده. فلا انت ملتزم هنا بقواعد الفيفا. صح. قواعد الفيفا بتقول انه فترات القيد يعني يسمح للانديه انها تأيد لاعبين جدد بعد انتهاء اخر يوم في مسابقه الدوري. يعني لما الدوري بتاعك يخلص يعني يخلص بقى يوم 1/6، يخلص يوم 1/8، من بعده على طول كاتحاد كوره من حقك تفتح للانديه فتره قيد. فبالتالي انت بتتكلم النهارده انك هتبتدي سيزون، تبتدي تأيد لعيبتك في 1/8 مثلا انجاز تعبير، في الوقت اللي الانديه السعوديه من حقها النهارده تعمل انتقالات وتشتري وتبيع والدليل على كده يا استاذ احمد ان اللعيبه المصريه اللي عقودها هتنتهي، يعني لاعب مثلا شفنا لاعب زي فرجاني سياسي 30/6 عقده انتهى رسمي والموسم مستمر، خد شنطه ومشي. هم اعلنوا بيبلغوني دلوقتي ان السعوديه اعلنت انه القيد باب القيد هيتفتح عنده انجلترا مش السعوديه، انجلترا اتفتح باب القيد عندهم من 4/6 بالظبط. ما بقول لحضرتك هيبقى لسه يعني فاضل لك تلت تقريبا مسابقه الدوري. ما عشان كده انا في لاعب مصري عقده انتهى من حقه يرحل وما يقدرش النادي يشتكيه، لان هو الفيزا بتعتمد نهايه الموسم 30/6 في اي بلد في العالم. فنتمنى ان احنا بجد، لان مصر بلد كبيره وتستاهل، والدوري المصري مليان مواهب ومليان كوادر كبيره جدا تقدر تفرض نفسها. احنا شفنا اللاعب اللي فاز بالدوري بقى السعودي اللي احنا بنتكلم عليه بقى لنا حوالي اكتر من ربع ساعه، ده لاعب مصري كابتن فريق الاتحاد بطل الدوري السعودي، لاعب مصري اسمه احمد حجازي. فاحنا عندنا في مصر لاعبين تقدر تبقى خير مثال للكره المصريه، ولكن الاهتمام يبدا من هنا الاول. نيجي لمارسيل كولر في مباراه النهارده، زي ما قلت لحضرتك ان التركيز هياخد من جانب كبير جدا من بال اللعيبه سواء الجهاز او اللعيبه، لان اكيد انت عندك فاينل افريقيا بعد اسبوع، فلازم تفكر، لازم ياخد جزء من تركيزك. ولكن على ارض الملعب بعد الدخول في اجواء المباراه بعد ربع ساعه ثلث ساعه تلاقي الكل بقى منصب على المباراه. مارسيل كولر عنده طبعا غيابات ابرز، خد بالك في بتالي في معده اللعيبه دي، واسمع رايك واسمع راي مصطفى. فكره انه يعني ما حدش يقدر ينكر مثلا انه في الماتش اللي فات قفشه ظهر بشكل كويس جدا، رجل المباراه السوليه ظهر بشكل كويس جدا خالد عبد الفتاح، قدم مباراه كويسه قوي، متولي من وجهه نظري كان واحد من نجوم المباراه بدون شك. فبالتالي ماتش الطلايع كشف قدام كولر اسماء لازم تدخل في المعده وفي الحسابات، وده يمكن يكون داخل في ذهن اللعيبه اللي النهارده متالق جدا في مباراه سيراميكا او منور قوي في ماتش سيراميكا، وارد جدا يخش في الحسابات في نهائي دوري الابطال. فبالتالي دي واحده من الحاجات اللي برضو بالنسبه للعيبه ممكن تبقى بالظبط. يعني دي حاجه كويسه، شيء ايجابي ان انت يبقى عندك تنافس كبير بين كل اللاعبين على حاجز مكان في التشكيل الاساسي، واستعداد جيد لكل قوام الفريق انه يبقى كولر محتار هيختار مين يبدا بيه مباراه الوداد. وان كنت انا متاكد ان كولر محدد كل حاجه، يعني كولر على مستوى العناصر بس يتاكد من الجاهزيه الفنيه لكل اللاعبين، هو عنده القوام الرئيسي. طيب خليني اسال السؤال لاحمد بشكل مختلف، هل في عناصر شايف انه يتحتم على كولر الاستغناء عنها في مباراه النهارده؟ يعني في مراكز ممكن يبقى عندك فيها 1 و2 و3، وفي مراكز ممكن واحد يبقى فارق شويتين ثلاثه عن 2 و3، فده بالنسبه لك ممكن يبقى انا ما خاطرش بيه، يعني حتى لو اكسب 3 بونت بيه هو اللي هيكسبني 3 بونت، فده لازم يبقى بره حساباتي. هل شايف الكلام ده ينطبق على ماتش النهارده؟ ومين الاسماء دي يا احمد من وجهه نظرك؟ شايف ان اللعيب الوحيد اللي ممكن يعني مستر كولر يريح اللعيب ده هو محمد عبد المنعم. هو اللاعب الوحيد اللي انا شايف ان هو يعني فارق جدا عن اغلب اللعيبه في مركزه. انما بقيه اللعيبه رغم تالق ياسر وتالق متولي وتالق ربيعه لكن كمان. جدا لكن وجود عبد المنعم في مباراه الوداد المغربي دي مهمه جدا جدا جدا. تمام. ان هو يعني لاعب مختلف.
يعني انت شايف انه لاعب واحد بس او اسم واحد بس ينطبق عليه الفكره بالظبط. اغلب اللعيبه اعتقد المستوى متقارب ايا كان اللاعب مين اللي هيلعب. طبعا وجود حمدي فتحي ان شاء الله في مباراه النهائي مهم جدا. ايوه وعايز بره الحسابات النهارده بس الحمد لله موجود ان شاء الله. تاني بناكد عشان اللي ما تابعش حاجه من اولها، حمدي فتحي ان شاء الله من يوم الاربعاء موجود في التمرينات او استعدادات الاهلي لمواجهه الوداد. وعايز اقول حاجه يا احمد بمناسبه يعني ان اللعيبه كلها مستوى متقارب، عايز اقول ان لاول مره من 3 4 سنين تقريبا في النادي الاهلي ما بنسمعش عن كلمه حاله الاجهاد. ودي لازم بصراحه يعني نشكر فيها مستر كولر لان هو كان سبب في الموضوع ده بسبب الروتيشن اللي احنا انتقدناه في بدايه الموسم وكنا مستغربين بيعمل ايه. فالروتيشن ده خلانا اللي انت بتشوف دلوقتي قفشه بيلعب، بتطمن ان قفشه قدم مباراه كبيره جدا، بتشوف عمرو السوليه قدم مباراه كبيره جدا. فانت دلوقتي حمدي فتحي حتى لو لا قدر الله غاب، لو السوليه لعب هو لاعب اساسي، لاعب موجود دايما متواجد، قفشه لاعب برده اساسي. فبقى عندك الحيره، الحيره الحلوه، ما في حيره يعني تبقى مزعجه وفي حيره مميزه للمدير الفني. طيب. عبد القادر هيغيب؟ لا عادي ممكن يلعب حسين الشحات في مركزه. كهربا يغيب؟ هتلاقي محمد شريف بيلعب وبيحرز اهداف. الدوافع اللي هو خلقها عند اللعيبه دي انا بقالي كتير ما شفتهاش مع النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي رجعت مع كولر. خد بالك الروتيشن دي مش بدني بس كمان، الروتيشن دي نفسي كمان نفسي ومعنوي هو يعني صح. يعني فكره انه اللعيب يبقى حاسس دايما ان هو قريب من الملعب، فكره انه في كل مباراه ممكن اكون انا او ممكن يكون دي قصه بالنسبه لي تخليه طول الوقت شغال. مريح وراكب فاهم. لكن اللعيب لما يبقى حاسس انه طول الوقت صديق للبنش او العكس، رامي ربيعه رجع من الاصابه شارك على طول او العكس يعني هو برده اللعيب اللي يطمن خاصه على مركزه فبرده هيحس برده ان خلاص الدافع عنده ما بقتش موجوده. لكن هو فعلا عمل حاجه الحاله ديت ان انت حاسس ان انت المباراه الجايه هتلعب واحتمال برضه تبقى ما تلعبش، فلازم تبقى جاهز، تبقى جاهز كل اللعيبه. تتفق مع مصطفى في الاسم ولا ليك اسماء ثانيه ولا مختلفه؟ لا أساسي. يعني لا يعني خلينا طبعا في البدايه انا رايي معروف طبعا محمد عبد المنعم، فهو محمد عبد المنعم على مستوى مدافع القاره ما شاء الله ربنا يحميه فارق بشكل كبير جدا. ولكن محمد عبد المنعم لازم يلعب النهارده لانه الراجل ريحه في مباراه انبي ومباراه طلائع الجيش، لازم ياخد النهارده علشان يوصل ليوم السبت ان شاء الله يبقى جاهز. ممكن يطمن عليه مثلا في 60 70 دقيقه وبعدين يخرجه اخر 20 دقيقه حسب سير اللقاء، ولكن هو كده كده هيبتدي بيه النهارده لانه مريح بقاله مباراتين. اللاعب الثاني انا بشوف ان مروان عطيه احد اللاعبين اللي هو رقم واحد في مركزه ورقم اثنين بيبعد عنه شويه. طبعا حمدي فتحي ربنا يشفيه ونتمنى له يرجع بالسلامه، لاعب مهم جدا وانا شايف ان الادوار اللي بيأديها حمدي ما يأديهاش لاعب غيره. انا في النص مع كولر هختلف معاك شويه، انا في النص ده على حد مش بس المستويات اللاعبين وثباتهم في وتألقهم في فتره اخيره، لكن كمان طبيعه الادوار اللي بيأدوها ما بقدرش افرق قوي صح. بين حمدي وبين ديانج وبين مروان عطيه، ويجي معاهم السوليه اللي فاضل له حته من بعد الاصابه يمكن يعني هتيجي مع الوقت. لكن الثلاثه في الفتره الاخيره ماتشات الاهلي في ربع النهائي ونص نهائي افريقيا، ديانج حمدي مروان هم على فكره انا بشوف دول المفتاح السحري للشكل اللي ظهر عليه الاهلي في كل الماتشات. تمام الثلاثه دول مع بعض. لا انا احنا ما نختلفش، ولكن في لاعب انت بتعتمد عليه في الشكل الخططي، ممكن يكون اللاعب الثاني هيأدي بصوره مميزه او بصوره يعني جيده، ولكن مش بنفس الادوار. يعني يمكن احنا شفنا مروان منذ دخوله لتشكيل الفريق بيعمل ادوار جديده شويه على اللاعب رقم 6، ان انت تبقى لعيب كوره، ان انت توزع كرات وانت لاعب رقم 6. يعني دايما كان اللاعب رقم 6 كان كلاسيكي بيقطع ويسلم. أيوة يعني احنا طول عمرنا فكرتنا حتى في كاسيميرو حتى في الفرق الكبيره لاعب رقم 6 بيقطع ويسلم بالظبط. يعني كتير بوسكيتس يعني كل اللاعب رقم 6 كان فكرتنا عنه ان هو بوسكيتس عنده كوره يعني شويه دلوقتي خلاص ولكن احنا مروان غير الفكره شويه، ان مروان لاعب كوره بيحب يطلب الكوره بينزل يستلم في فكرني مع الفرق طبعا عشان الناس ما تقعدش تقول لك بقى بينفخ في مروان. هو لعيب طبعا ما حدش يختلف على الكواليتي بتاعه، بس انا بتكلم على ستايل اللعب، كل لعيب كده ليه ستايل بيفكرني بستايل لعيب تاني. بيفكرني مروان بشكل كبير جدا بفيراتي باريس بنفس الستايل نفس الستايل في الوقت اللي هو فيراتي انا بشوف واحد من افضل لعيبه خط نص في الملعب كله في العالم كله، بس يعني انا بشوف بحس التكوين الجاريه طريقة الباس حركة في كل حتة في الملعب كورته الرؤية كمان كل ده بالظبط. ده اللعيب رقم 2، اللعيب رقم 3 حمدي فتحي بالادوار اللي مع حمدي كولر كده بره يعني انا بتكلم ان في النهارده في اسماء تستحق انها ما تظهرش في المباراة حرصا عليها. لو هخاف على علي معلول، على محمد عبد المنعم، على مروان عطية، على محمود كهربا، على بيرسي تاو. الخمسه دول الخماسي دول انا خاف عليهم، اخاف افقد لا قدر الله واحد منهم في المباراه النهائيه، وان شاء الله ده مش هيحصل واللعيبه كلها تطلع سليمه يعني. تمام دول الخمسه اللي هيصنعوا لي الفارق
في من وجهه نظري في طريقه لعب مارسيل كولر والادوات والادوار اللي بيستخدمها على ارض الملعب. يعني كولر يبقى نازل مستريح والخمسه دول معاه، طب لا قدر الله فقد واحد منهم مش نهايه العالم بقى، هيوظف ولكن مش هتبقى نفس الاريحيه في وجود اللاعب اللي هيغيب. طيب اسماء العكس بقى، الاسماء اللي يجب تواجدها النهارده عشان واحد تاخد حساسيه المباراه، اتنين تطمن على انها في التوب فورم. في اوقات كتير جدا غياب اللاعب عن ماتش او ماتشين رغم تألقه رغم وصوله يعني لقمه مستواه ممكن يرجعه شويه او يبعده شويه، فبالتالي بتحتاج مين الاسماء اللي لازم تبقى موجوده في ماتش النهارده من الاسماء اللي مشاكل. قبل ما احمد يقول بس معلش نسيت طبعا محمد الشناوي، يعني اقصد من الناس اللي هم في الاجباري وجودهم في ارض الملعب طبعا النهارده غالبا شوبير هو طبعا طبعا يعني حارس. احنا بنتكلم على حمدي اجباري غايب، الشناوي اجباري غايب، انا بتكلم على الاسماء اللي عندنا حريه او رفاهيه ان احنا نختار ييجوا ولا ما يجوش، يلعبوا ولا ما يلعبوش. شايف عمرو السوليه طبعا وجوده في المباراه الثانيه على التوالي ان هو يبدا هو محمد مجدي قفشه مهم جدا، لان هم قدموا مباراه كبيره جدا طبعا امام نادي طلائع الجيش، واعتقد انه انا انبسطت لقفشه بصراحه قوي، يعني بصراحه كان الهدف في توقيت مثالي ليه. يعني قفشه هترجع له السكه ثاني، واعتقد ترجعه قدم مباراه كبيره جدا، وطبعا والده كان وش السعد عليه في المباراه. واعتقد ان محمد مجدي قفشه وعمرو السوليه انت محتاجهم في النهائي، لان قفشه ليه دايما في النهائيات اعتقد ان هو كان سبب في غير القضيه، هو في النهائي برضو الثاني امام بالظبط احرز هدف ودايما بيتالق في المباريات دي. والسوليه يا عيني مش عارف ليه السوليه حظه والله يا ابو ليلى هو قفشه يعني باد لك يمكن ولا مش عارف مش واخد حقه. فالسوليه مهدف في النهائيين ايوه محدش بيتكلم عنه، ده محرز هدف حلو قوي في المباراه الثانيه بتاعت كايزر يعني 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 لو الزمالك ما تعادلش بجول شيكابالا والاهلي كسب بجول القضيه بتاع محمد مجدي قفشه كان السوليه كان جول السوليه ده يعني قلنا عليه حكايات وروايات على هارد لاك. السوليه لعيب كبير واعتقد مش هو من اهم الثمانيه موجوده في مصر طبعا بعد الاصابه، وانا شايف قدم مباراه كبيره جدا جدا المباراه بتاع طلائع الجيش. وجوده النهارده مهم جدا هو قفشه، لان انت محتاج وجودهم في مباراه النهائي حتى لو يعني ايا كان مين فيهم هيبدا او ايا كان وجودهم مهم جدا. واعتقد هنا رجعنا للمباراه، كان السؤال مثير بالنسبه لي وبالنسبه للجماهير كلها، ليه مستر كولر مباراه العوده بتاعت الترجي لعب باللعيبه اللي كانت ممكن يعني زي حمدي فتحي وزي علي معلول؟ سؤال مهم جدا. ليه هو صمم يلعب باللعيبه بالرغم ان هي معرضه ان هي ممكن تاخد حمدي كان ياخد انذار؟ ده سؤال مهم جدا واجابته ان هو واثق في كل اللعيبه، وده وصل للعيبه كلها ان هو حتى لا قدر الله لو حمدي فتحي هو مباراه بالنسبه له مهمه جدا خد انذار عنده خد انذار، لا انا عندي السوليه عندي ديانج عندي مروان عطيه عندي قفشه. فدي بتبين قد ايه هو واثق في اللعيبه كلها، وما دام اللعيب وصل له الاحساس ده فخلاص اللعيب كله او لعيب الكره بيهتم اهم حاجه بالنسبه له انه يبقى عنده الثقه. طيب عايز اخد تقييمكم لاثنين اللعيبه اللي ظهروا في قندوسي وبرونو سافيو، شايفين مردودهم ازاي وايه ممكن يكون دورهم في المرحله اللي جايه؟ يعني انا شخصيا تفائلت جدا لما شفت القندوسي بادئ المباراه في وجود محمد مجدي قفشه، لان تاكدت على طول ان القندوسي هيلعب جناح يمين وده المركز اللي تالق فيه في النص ساعه اللي لعبها في مباراه انبي، عمل يعني مشاركه مميزه جدا. ولكن في مباراه طلع الجيش فنتاتك يا قندوسي بالظبط عمل واحده حلوه قوي في ماركه مسجله باسمه، عمل واحده حلوه قوي مع احمد ايمن منصور عدها ما بين رجليه كده، كان عملها قبل كده مع احمد توفيق بالظبط. ولكن كمشاركه اجماليه في اللقاء انا ما كنتش راضي عن اداء احمد القندوسي في مباراه طلائع الجيش. اللاعب الثاني برونو سافيو بيعود من اخر مباراه تقريبا شارك فيها في شهر واحد تقريبا، يعني غياب طويل. على فكره هو لاعب مش هنقول لاعب سوبر يعني، بس لاعب ولكن لاعب جيد يعني. احنا مش عايزين الجمهور يعامله على معامله اللاعب السوبر لحد ما هو يثبت في ارض الملعب ان هو لاعب كويس، ولكن احنا شفنا منه في اوقات كتير مباراه المحله مباراه السوبر امام الزمالك شفنا منه مردود جيد في مباريات كتيره. نتمنى ان احنا لو احنا احتاجناه او المدير الفني احتاجه يؤدي بالصوره اللي احنا عارفينها عنه. انا شايف طبعا ان القندوسي لعيب مميز، واعتقد مستر كولر بدا يفكر فيه في مركز ثاني اللي هو مركز الجناح، وده شفناه في مباراه طلائع الجيش، وهو يعني هياخد وقت هو قدم المردود اللي هو الكويس، لكن مش المردود اللي كل الجماهير بتاعت النادي الاهلي مستنياه، لان انت محتاج من اللاعب الجناح. انا بس في الحته دي لازم نقول انه في لعيبه محدش يختلف على الكواليتي بتاعتها بالظبط، بس بتحتاج وقت عشان تتاقلم عشان تبقى جزء من الفريق. في ناس بتتاقلم في يوم وليله صح، وفي ناس الدنيا بتطول معاها شويه، لكن الاكيد والله مش خلاف. يعني
يعني ليكم مطلق الحريه انكم تقبلوا الكلام ده او ترفضوه. انا بشوف ان قندوسي وبرونو سافيو كلاعيبه كوره عندهم اضافه كبيره جدا. بالنسبه لسافيو طبعا اللي احنا شفناه ان اللاعب واحد جعان كوره نزل باين جدا ان هو كان متحفز جدا وبقاله كتير متشوق للملعب، فشفنا ان برونو سافيو قدم تقريبا 10 دقائق كانت اعتقد ان هي كانت مميزه. بالنسبه للحكم الجماهير في برونو سافيو اعتقد هو لاعب ممكن يكون بالنسبه لمستر كولر في لاعب افضل منه، يعني على فكره ده مش معنى كده ان برونو سافيو مش لاعب جيد، لا هو لاعب جيد لكن انت عندك في لعيبه افضل من أيوة. من برونو سافيو هو الراجل اتكلم انه تعرض لاصابه والثانيه بالظبط، انما برونو سافيو اعتقد ان هو قدم 10 دقائق مميزه وكان نازل جعان كوره وكان مميز جدا. يعني نكسب النهارده ان شاء الله هنكسب. يمكن من حته احمد اللي هو قال ممكن يكون هو لاعب جيد ولكن في لاعب اخر جيد في مركزه، كان كارلو انشيلوتي لما اتسال عن ايدن هازارد في فترات كتيره من الموسم قال هازارد لاعب كبير جدا ومحدش يختلف على قيمه هازارد ولا على امكانياته، ولكن رودريجو في الحته دي بيأدي لي الادوار اللي انا عايزها افضل من هازارد وحسم الموضوع تماما. فوارد جدا ان يكون عندك لاعب كويس ولكن في افضل منه في المركز. هنكسب النهارده ان شاء الله، هنكسب باذن الله ونواصل سلسله الانتصارات في بطوله الدوري. نتكلم هازارد ده نشوف ايه اخباره. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا ناس كتير قوي بتقول لي انت هازارد الغلابه، يعني انا فيها شبه منه، ولكن هو دلوقتي طبعا للاسف رايح بنسبه كبيره هيروح مونتريال الكندي اللي بيلعب فيه احمد حمدي. هازارد خلاص فقد الشغف بتاع الكوره فمش هينفعنا اصلا، يعني الشغف مبقاش موجود عنده. في اوقات مش كل حاجه موهبه، ترانسفير معين ياخدك من 7 سما يوديك 7 ارض. هو بقى ابن بلدك انت عارف ايه يعني. اولاد البلد ما بيسيبوش بعض في الغربه. مينيوليه في مباراه باريس سان جيرمان اتسبب له في اصابه طبعا كبيره جدا، هي بطلته. بالظبط، رغم ان ده بلجيكي وده بلجيكي. صحيح، نتمنى الفوز والتوفيق، نتمنى عرض كويس قبل حتى النتيجه. اتمنى النهارده عرض قوي، روح معنويه في السماء تطمن جمهور النادي الاهلي. من بكره ان شاء الله بعد ما نطمن على ملف الدوري والثلاثه بونت بتوع ماتش سيراميكا نفتح بقى ملف الوداد ونقرب اكتر من مشوار الوداد في بطوله افريقيا، ونتكلم بالارقام والاحصائيات وكل اللي انتم عايزينه عن نهائي دوري ابطال افريقيا المره الرابعه على التوالي، المره 16 في تاريخ النادي الاهلي، بدايه من حلقه بكره. اشكركم على المتابعه، بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، شرفت ونورت السادسه. احنا بنشكرك طبعا وبنكون سعداء معاك، وان شاء الله باذن الله يبقى فوز مريح النهارردة ونطمن على اللعيبه كلها تخرج بالسلامه. اهم حاجه مع الثلاث نقاط طبعا ان شاء الله. ان شاء الله احمد حبيبي احمد، ودايما مبسوط احنا معاك بجد، يعني تبقى حلقه ما نحسش بيها خالص. شكرا جزيلا على وجودكم معانا، وشكرا على كل تابعوا حلقه النهارده من السادسه. تحياتي ليكم، بكره في نفس الميعاد حلقه جديده السادسه.